والسلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا بكم، مرحبا مليون. صراحة أحب أشكركم على متابعتكم هالسلسلة، صراحة تدفعوني أني أتم أزيد 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 وأزيد وأزيد. واللي يقول لي كمل، لو ما عندك مشتركين أنتوا عندي كانكم مليون، ولو توصلوا مليون ولا أنتوا 30 ولا 10، جالس أسوي لكم إن شاء الله سلسلة وما راح أتوقف، ونسوي وايد أشياء طبعا. بس الحين الشيء المهم، كنا تكلمنا قبل عن منطقة سياحية اللي هي بتكون هني، يبنى لها نحن الشارع العام على ما أذكر، ويبنى المينة هني، استوى عنا مينة فعلي يعني مينة مرجال. بس الحين شو بنسوي؟ الحين بسوي المطار الدولي. المطار الدولي بيكون هني، المطار الدولي بيكون هني. المطار الدولي منطقي انه يكون الشارع العام داخل فيه دايركت، بس بيكون بعيد شوي عن العالم، بيكون فيه مجموعة مكاتب ومباني سكنية عادية، وينزل فيه شو؟ ينزل فيه المطار. منطقة المطار راح شوي تكون أفضل من غيرها من ناحية المواصلات، لا تقولوا لي عنصرية، بس هي بالطريقة هاي. ترى نبو منطقة المطار تكون فيها مواصلات عالية، باصات وتكاسي في نفس الوقت، فحتى الشوارع اللي راح تنشأ عليها أصلاً المنطقة هاي. خلنا نشوف سويته بالنسبة للخريطة، زاوية ممتازة. المطار أفكر قاعدة ورا، أما ما بحط المطار دايركت، ما بحط المطار دايركت، المطار لأنه راح يكون أفا. أيوة لازم نجيبه من هني المطار. شوف هذا مطار دولي، ما في مزاح، بيكون على شوارع عامة، في ناس تدخل عليه دايركت عن طريق شوارع عامة وتطلع، في ناس شو أمورها طيبة، وفي نسبة إزعاج كبيرة. لهالسبب المطار راح يكون شوي بعيد عن العالم، المطار ما بقى لزق في باقي شو باقي الدنيا. بس أيوة هني بعد أبعد أفضل، هني بعد أفضل. المطار الدولي هني يكون منطقة ممتازة بدل ما يكون جنب المدينة. ليش؟ هالمطار بيخدم العالم كلها. تفكر أسويه هني بعد، ممكن نسوي وايد أماكن المطار، بس المطار لازم يخدم المدن كامل. بس حاليا المنطقة اللي شبه مثالية هني حقه هذا المكان بالنسبة للمطار اللي انا اشوفه، هاي من وجهة نظري والله خير العالمين. بس لحظة، المطار الدولي يباله شوارع، يباله شوارع. هذا الشارع هذا مهابط. زين خلنا نمد له مي. على فكرة يمكن من بدينا اللعبة هاي أول حلقة فعلا نحط فيها مطار دولي، ويمكن في السلسلة الأولى ما وصلنا لها المرحلة هاي. أنا عندي خطة ثانية حق سلسلة ثانية صراحة من سيتي سكاي لاين، عندي أفكار ثانية بطبقها خلال شو أمور ثانية. بخير نحن كسبنا خبرة في شو اسمه هذا مهبط المطار. هني يبنون شو؟ هني سقف، هني هذا الشارع. نزل اوكي، الشارع طلع من داخل. لهالسبب اللي راح اسويه غير وضعية المطار انه يكون شو بالطريقة هاي. خلاص المطار يعني لحظة، ليش حطيت الشارع اصلا؟ انا مش عارف انا ليش حطيت الشارع هذا، مش عارف. نزل المطار بشكل منطقي راح يكون قدامه خطين طبعا، ما بالناس رايحة رادة، بالناس تدخل المطار، مع انه شارع رايح شارع راد. مو مشكلة، بنسوي له ابجريد، نقدر نسوي ابجريد لحظة حق الشارع هذا بحد ذاته. لا ما نقدر، فبلتزم في الثيم ماله، اذا ما اقدر اسوي له ابجريد بلتزم فيه. هذا المطار، المطار طبعا لازم يكون حوله شغلات جذابة، هذا بيكون المطار بشكل عام. كهرباء عادي ما نحاتي بتوصل له ترى، مو مشكلة. ونبى نطلع له شارع عام للمنطقة، مداخل سريعة ومداخل فعالة للمطار. منطقة المطار، منطقة المطار راح تكون منطقة مثيرة للاهتمام، منطقة راح نستانس عليها. زين الحين ما نبى نحن تولف لين وهاي، نبى بس لين، ونبى نوقف الباص هني
مكان ما، يعني ممكن حتى نسوي هني ابجريد هذا. بس بصلين صح؟ اوكي بصلين، هذا في مكان حق باصات وثلاث خطوط حق الناس الباقي. ولا لحظة، ايوه بس لينز عد. اوكي سكس لين وذ بس لين، يعني بيتم اثنين رايح اثنين رد. المدينة كلها تقريبا يكون حولها بنفس الطريقة. نبى مدينة شوي متطورة، ما نبى كل المدن تكرر نفسها خلاص، يعني اللي متى الباص بيتم يسوي لنا زحمة. طبعا منطقة المطار ما راح تكون المنطقة الضخمة اللي انتم تتخيلونها. اول شيء فيها نويز، هذا رقم واحد. حلو، في ناس هنا من المكاتب لازم تطمش على منو، على المنطقة بحد ذاتها. في افكار جديدة لكن يبالها ننزل شو، يبالها اقعد وياكم وننزل مثل ما تقولون مودز زيادة على منو، على اللعبة. مستانس بالشكل هذا، هي مستانس. ونبى نفق، زين يطلع من الصوب الثاني اساسا نوصل المدينة ببعض. مدينة الصوب الثاني نفس الشيء، مدينة يبالها خدمات، يبالها كذا، يبالها مواصلات، يبالها بس مدلعينهم. هاي المدينة يعني مش مدلعينهم نحن، كلمة مدلعينهم شوية أصلا، كلمة مدلعينهم هني شوي، لأن المدينة تحتوي بصراحة يعني كمية كبيرة من الشوارع الضخمة. من باب التدليع، من باب التغيير، أنا قد بسويها. ترى هي تعتبر آخر شيء الشوارع، ترى أربع سيدات بالنسبة لي أنا على فكرة. أشوف هي أوكي، شكله منطقي شوي، شكله منطقي. بس صبر، انا مش عايب اني اوقع الكهرباء لانه بيتم يصيح علي. وين الشجرة العجيبة مالنا؟ اوكي، بعدين اذا وصلت كهرباء عن طريق ثاني بنوصله، مو مشكلة. انزين بنسوي زون هني من برا شو، يبالنا شوارع شوي اكثر. مدينة بتكون جبارة شوي، هاي مش مدينة اللي نحن دوم متعودين عليها. مدينة شوي بتكون يعني جامدة. هذا خلي التقاطع اربع شوارع، خلي وسط مر هني، وهذا راح يكون الزحمة تنصب في الاماكن الثانية. اللي بيطلع يطلع يمين ولا شو ولا يسار، بنشوف كيف الزحمة تمشي. الزحمة مشت بشكل نص نص، راح اغير الموضوع شوي. هم مش نفس الشيء بالضبط، نقدر نشتغل عليهم نفس الشيء، بس انا مو ابغى، انا صراحه مو ابغى. كل مكان بيكون فيه نويز ما عدا، لحظه انا يمين يسار. انزين اذا ما في نويز يمين يسار بشتغل عليهم شو، لحظه كهرباء. يس، بس وصلت الكهرباء. ونشتغل عند الشسمة المطار نفسه بحد ذاته، اللي يطلع من المطار نحن نبى كوفيات، نبى شيء، نبى. فلازم العالم يوم بتنزل بتروح كوفي، بتروح شيء، بتسوي لها شيء. ما يستوي مثلا يبالهم مطاعم، هاي مطاعم مظلات. انزين هذه مطاعم المظلات، مثلا هني حديقة، هني عند المطار، مرة عند المطار اللي يطلع هي مطعم هني. وشوي الأرض تعبانة، وحديقة هني. ونشتغل عليها محلات صغيرة مش محلات كبيرة، وعادي ترى نخوزهم عقب ما عليكم. وبرعها شنو بقى، احنا عندنا نقص وايد صناعة، فبحطي المكاتب تعويض لشو، لنقص الصناعة. وبا ناس ساكنة قريب، ما بقى الناس كلها ساكنة بعيد، يعني الناس لازم تكون قريبة من مكان. ترى كالعادة انسى الماي، انسى الماي، ليش ما تذكروني قبل لا اسوي المنطقة؟ انتو غلطانين، المفروض انكم تذكروني اني اسوي الماي هذا. الماء اسر الحياة، مرت علينا حلقة اسمها الماء اسر الحياة على فكرة، يعني فلا حد يستغرب.
نبى مطاعم، نبى كوفيات. انت يعني عند مطار الواحد شو يحتاج خدمات؟ الواحد منزل مجموعة شغلات جديدة على فكرة، باركنات اسمه، مظلات الدنيا، وفي شغلات ما تنزل لأنها محتاجة، لازم أبدأ جيم جديد أشغلها. فهاي بتكون في السلسلة الجاية إن شاء الله، لأن حاط لها شو مخطط. أنا حاط مخطط حق سلسلة يعني من الحين، إنها تكتمل مش على الفاضي يعني. انزين، قلت لكم احنا سوينا كل مكان باصات طبعا، ومن العدل ان نحط باص طبعا. نحن كلنا نحط البايو فيول، بايو فيول شيء فنان جميل. ابغى في زاوية المدينة مكان ما يسوي لي زحمة، في نفس الوقت مكان من برا. هي مثلا هني، بس هني بيكون شو؟ بيكون بيوت. هني ما بيكون في بيوت، بحط مال تكاسي لحظة. زين، وابا بس ستوبس حول المدينة كامل طبعا، كلهم يوصلون لوين؟ لعند باب المطار. وهني هاي اللي عايشين قريب من المطار اصلا، على الاغلب ياخذون تاكسي ويروحون. خلنا نسكر هذا ونفتح لنا نقطة جديدة هني، يوصل للمطار ويرد. نفتح لنا نقاط جديدة هني، يطلع يوصل لمنو؟ يوصل للمطار طبعا بالشكل هذا، على اساس ما نسوي اوفرلاب. نحن سكان يمين ترى المدينة، ها شي تختاره انت يوم تبدا الجيم. بنحط بس ستوب ثاني وبنسكر المكان. وهايل انا ابغاهم بعد يتشاركون موقف بسط. انا عندي شوارع حق بسط، يعني احس اني اقدر اخذ المخاطرة اني شو اسوي بالطريقة هاي. وين ناقص لنا كهرباء؟ بنحط باركنات سولر هني، بنحط باركنات سولر، خلي الشعب يستانس، ما فيها نويز. هاي اهم شيء. المطار بيبدأ يشتغل ترى على فكرة، بس نحن خدماتنا اصلا مش كاملة. بس من تكمل خدماتنا بيستوي شو الوضع شوي افضل، شوي وايد الوضع راح تحسن بشكل لا تتخيلونه ابدا، بشكل جميل. بنحط هني مكاتب حول المطار، هاي السفريات ربعه دنيته هالسوالف. هاي اللي بيشتكون شوي من النويز على فكره، لكن محتاجين موظفين. نحن قريب المنطقه، ما تتخيل عندكم منطقه ما فيها موظفين، ما فيها شيء، ما فيها ما يستوي صح. انزين، ما حد بيسافر، منو بيسافر وانا ما عندي منفذ الشارع؟ نيب هاي واي ونحطيه هني بعد العقب طبعا. خلاص تعرفون شغلة التعديل الحين. ابا احطي الهاي واي بطريقة نفس هاي. هذا لا مش هذا. زين، ونخليه مرن 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 مرن. لحظة، خلي اللفة شوي أحسن، ونخلي اللفة شوي أحسن. ولحظة خلونا نفكر. والحين لحظة، استوى لي التاب، سوري. انزين، سوري. الشارع هذا قلنا بنعدله، بنزل هذا هني، ابعدل الخط هذا كيف طالع. شوف شوف، ايوه هذا هو. والناس اللي تبي تطلع من المدينة افضل تقريبا انها تكون نفس المكان، اساس ما اقعد استهلك مساحات خرافية في شو في بس الهاي واي. كان 36 صح؟ لحظة، زين، بنحط الخط بطريقة
لازم نحطه. لحظة انت تعال طريقة افضل يعني من اللي هو عليه. زين ابغى الاثنين يكونوا عند بعض، واهم شيء بارير ولا حاجز الازعاج اللي هم عليه. شوف ايوه على الخطين. طبعا الخطوط السفليه كلها بتروح من خلالهم يعني، فلا تحسبون هالشيء غير محسوب. الخطوط السفليه لحظه، هذا مش منضبط ولا هذا منضبط ولا هذا منضبط. زين خلنا نشوف الحين. زين خط بكبره مش سيدة، لكن اتصور وها كل السوالف يبغى لها وقت حبتين اكثر من حبتين، خلني ما اكون كذاب، يبغى لها وقت وايد. اذا بقعد انا على كل تفصيل المشروع الجاي، المشروع الجاي هاي يبغى له شوي وقت السلسله لين تخلص، بس المشروع السلسله الجايه ان شاء الله راح يكون فيه تفاصيل وايد، راح نلعبه بطريقه مختلفه اللعبه شوي، يمكن تطول السلسله شوي، لكن نبغى نسوي شيء شو مميز، شيء يكون لذيذ لذيذ يعني، بدكم تحطونه في صمونه وتاكلونه. انزل وين هذا؟ وين هذا؟ ما لازم غير اصلا صراحة، يبغى له تغيير. انزين انزين يبغى له تغيير الصراحة، يبغى له تغيير. انزين مو مشكلة، الحين انا بحاول اني امشيها على هذا الدرب على اساس انهم داشين شو مكان واحد. اوكي بس اللفة وايد قوية وايد قوية وايد غير منطقية بالطريقة هاي. لحظة هذا هايوي ما اقدر اسوي فيه لفة بالطريقة هاي، ممكن افرقهم شوي، ممكن افرقهم شوي بس مش وايد. انا ما بشتغل عليه اكثر عشان ما يطير وقت الحلقه، لان وقت الحلقه تقريبا اصلا مخلص. بس شنو نبغى نسوي؟ نبغى نحط لنا مجموعه حدائق حق العالم، مثلا هاي حديقه وهاي اظن باركنات تكفيهم صح، باركنات هني في الزاويه، باركنات هني، الباركنات ما يكفي مكانها. اللحظة اوكي نبى عقب رمش الباركنات مش مشكلة، بس خليه يوصل فيه كهرباء على اساس الخدمات هاي تشتغل، الخدمات هاي تشتغل. خلنا نشوف وصلت الكهرباء لهم، المفروض انها وصلت خلاص. يمكن قريب نحتاج مفاعل نووي جديد على فكرة، لكن قريب نحتاج مفاعل نووي جديد. بس عادي اموره تمشي. بديت اشغل لعبه مره ثانيه ولا شغلتها مره ثانيه ولا سويت لها ريزيوم. يو شوفوا على حجم البساط اللي هنا، شوفوا بس لهم باركن بروحهم ما يسوون ازعاج في الشارع. يوه شو الجمال انهم ما يسوون ازعاج في الشارع، بالعاده دائما يسوون لي ازعاج على فكره، ما دانيهم. جميل 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 الشارع، فيه ظله، فيه دنيا، فيه كذا، فيه ذاك. شوفوا هذا اللي عندنا مواقف باص نحن اسرع، هم يدورون هناك على الفاضي على فكره. زين محتاج بعد باص ثاني بين، ما اعرف اذا على الهاي واي يستوي، بنجرب الحين هل الباص بيطلع على الهاي واي جاي ولا ما بيطلع. وقفه ابا في اول المدينه، او حد يبي يروح من هني لين، ايوه ايون بس لنص المدينة بالباص، بعدين يرجع الباص وين يوقف نفس المحطة. هاي للناس اللي ت
تي من المدينة عن طريق مدينة بالباص، خلي هالشي ممكن بالنسبة لهم. أنا مش عايب إني هذا بغير بعدين، ما بغيركم وقت الحلقة أصلا مخلص. فإنشاء المطار ها خطوة مهمة، أنا بالنسبة لي خطوة وايد مهمة، لأنها الحين بيدخل في الموضوع مترو، بيدخل في الموضوع ماير، بيدخل في الموضوع صناعة، بيدخل في الموضوع تجارة، بيدخل في الموضوع وايد أمور. نحن نعدل وايد أمور بوجود المطار فقط. ما أنا بكل الناس تمشي مشي للمحلات، خلنا نحط محلات في الوسط على أساس الناس تستانس. وعنا بنحط شغلات جديدة مثلا فندق، نحن عندنا مطار ما يحتاج فندق، عندنا مطار بنحتاج ملعب، بنحتاج شيء، يمكن حتى الاستاديوم اسويه قريب هني، بسوي استاديوم ملعب كوره. طبعا الشوارع في شوارع ثانيه على الاغلب راح اسويها ما بين المدن من تحت الجسور هذه، والله افكر حتى الجسور اسويها تحويلات وفي ناس تسكن تحتها، بس بشوف لاي مدى ممكن انا اطور البيوت. بس بالنسبه لنا هاي وقت الحلقه لليوم، وقت الحلقه خلص يعني، فبنهي الحلقه هني. واتمنى لكم عجبتكم الحلقه، وارد اشكركم مره ثانيه على متابعه السلسله، وتخلونا اكمل السلسله وافكر في سلسله ثانيه. لكن هاي لعبه من الالعاب اللي كل ما الواحد يلعبها، كل ما الواحد يبي يطور فيها زياده، كل ما الواحد يطلع له افكار زياده، كل ما الواحد يبي يغير الخريطه بكبرها، يبي يسوي شغلات ثانيه. فانا هذا مش عاجبني، فاشكركم حاليا على المتابعه الجميله الصراحه، متابعتكم صراحه مخليتني اتحمس واكمل المشروع واكمل البروجكت واكمل كل شيء. فاحب اشكركم الصراحه شكرا كثيرا. الحين رسميا المطار، اوكي، شكرا لكم جميعا المتابعه. زين هني المطار، هني ليش ما تغير؟ انتر 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 يا مسلم. ايوه اوكي، المطار، ما بسمي المطار مو شيء، المطار. فان شاء الله في حلقه جايه بنكمل لكم سلسله المطار، وبتشوف كيف نطور المطار وشو بنسوي. وباذن الله اشوفكم في حلقه قادمه على خير. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وتدقون لايك سبسكرايب شير، ساعدوا السلسله هاي تنمو ان شاء الله، ونشوف سلسلات اكثر منها ومراحل متطوره اكثر منها، ونوصل لشعب اكثر منه. وصلنا 90,000 الحين، فهذا مش شويه ابدا، وكل مشكورين لدعمكم اساسا اللي خليتوني اني اكمل السلسله، ودائما تشجعوني. وجزاكم الله الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.